والشمس تخبط في عيوني لو القطط هياكلوني. أنا هرملهم بونبوني. أنتي بتعملي إيه هنا يا ميمي؟ ولا حاجة، بدور على تراب. يا سلام، لا أنتي خفتي من البرنامج السخيف بتاع دكتور بيمنتو مش كده ولا إيه؟ أيوة بصراحة أنا خفت. وإيه الأغنية اللي غنيتيها دي؟ أنا دايماً بغني الأغنية دي لما بحس إني خايفة، أوكي؟ بس وعدني إنك ما تقولش لحد، أرجوك. ما أقولش ليه؟ خلينا نضحك. علشان هي قالت لك ما تقولش يا ماجد. لما حد يقول لك ما تقولش عن حاجة تحرجه يبقى ما ينفعش تقول، إلا إذا كان السر ده هيضره أو هيضر أي حد تاني. أنا مش فاهم إيه المشكلة. أنت كده بتحرجه، هي دي بقى المشكلة يا أستاذ يا اللي بتفهم أنت. كلنا عندنا أسرار ممكن تحرجنا، حتى أنا. فهمتوا يا حبايبي؟ أنا برضو لسه مش فاهم إيه المشكلة. يلا يا أولاد ورانا حاجات. هننقذ كوكب جديد؟ لا، مش كل يوم هنقدر ننقذ كوكب. في عرض كوميدي كبير في صالة المذنبات. يلا نغني مع بعض، هما 8 كلمات عن سفينة فضاء وطيور مش بتطير. زيجو ميجو فيدو. كريم نفسي أشوف العرض ده بسرعة. فينتيريل وماتيك وراستي بإعداد جديد. بمناسبة الكوميديا، كانت نفسي تشوف شكل ميمي وهي خايفة من برنامج سخيف في التلفزيون. ماجد ليه كده؟ عارف بتعمل ايه بقى لما بتخاف؟ بتجري. أنا بعمل كده، قصدي أنا عمري ما عملت كده. ماجد عشان خاطري ما تقولش حاجة. انت نسيت تقلت لك ايه؟ قول يا ميمي. أنا عن نفسي بعتقد حلوة قوي. انتوا هتضحكوا عليا؟ لا ابدا يا ميمي، احنا اصحاب. قولي بقى بتعملي ايه لما بتخافي؟ طب خلاص خلاص انا هقول لكم يا جماعه، بس وعدوني ما تضحكوش. الحقيقه انا بغني اغنيه. انا بحب الاغاني. لا غنيها لهم يا ميمي. يا ريت. يلا بقى يا ميمي، 1 2 3 4. لا انا مش هقدر. ما تبقاش خاطري عشان خاطري. خلاص يا جماعه، بس بجد بجد لو قلت لأي حد أنا هفضل مستخبية طول عمري. مش لازم عمرك كله، أفتكر كفاية تستخبي 2 شهر. قطط جميلة وبونبوني، والشمس تخبط في عيوني، لو القطط هياكلوني أنا هرملهم بونبوني. وأنا اللي كنت فاكر إني بضحك الناس. ما يصحش يا ماجد تعمل كده، وبعدين على فكرة الأغنية كانت كويسة. أيوة كويسة، وممكن نعمل لها شريط. ما تصدقهوش يا ميمي، الأغنية لطيفة والسر كبير. ده موقف محرج قوي. عجبتني قوي. انت كويسة يا ميمي؟ أيوة أنا كويسة، بس ندمانة إني غنيت الأغنية. تعالي، أنا ساعات أعصابي بتتعب من المهمات الصعبة، تعرفي بهدي أعصابي إزاي؟
ده؟ دي موسيقى أطفال، دي اللي بيسكتوا بيها الأطفال الصغيرين. ميجو، أنت أكيد بتهزر مش كده؟ الواحد من وقت للتاني بيحب يهدي أعصابه. أنا عارف إنها موسيقى بسيطة، بس إحنا هنا كلنا أصحاب، كل واحد بيحافظ على سر التاني. مش عايز أسمع حاجة تانية، أنتوا صورتكوا قدامي تهزت جداً. تسمع إيه؟ أنا كمان بنفس روح المحبة والصداقة اللي بينا أحب أقدم لكم دلوقتي بكل حب أهم سر محتفظ بي لنفسي، صديقي الخيالي الأستاذ وودل بوتوم. كفاية كده كتير، أنا مضطر إن أمشي. بص على سؤالي ده، لما توصل ميجا راكس 2-4 دي مع كابل شبكة 16 أمبير إيه اللي هيحصل؟ معرفش، في واحد دايل على كتفك. دي النكت اللي بتطلع في ورق اللي بان أحسن من كده. الراجل ده هيموتني من الضحك. إيه؟ عندك نكت أحسن منه؟ ده أنت ما شفتش أنا بعمل إيه في الفصل، بس لما المدرس بيخرج. أنت بجد يا كابتن عجبك الحاجات دي؟ مارشميلو بالسمك؟ مش ممكن، أنت إزاي قادر تاكله؟ أنا بطريق. جاوب على السؤال ده، إيه عدد؟ اثنين، واحد لازم تدفول السوداني والتانية عشان تمسك الكروم. خليكوا زي ما انتوا يا جماعة، واضح ان في عطل فني مفاجئ. صار موقفه صعب جدا، واضح ان الممثل بتاعه اتكسر. صحيح يا ماجد، دي فرصة كويسة ليك. ايه انا؟ طبعا، ورينا بقى مواهبك. هاي يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ كويسين؟ كويس، اتمنى تكونوا مبسوطين هنا معانا، احنا عندنا اصناف اكل كتيرة قوي ومختلفة. انا كويس، كان في مرة حصان عاوز يروح يلعب في نادي فيديو جيمز و... لا لا لا، ثانية واحدة، اسف، دي كانت كابوريا. ايوة فعلا كانت كابوريا، كان في كابوريا عاوزة تروح تلعب فيديو جيمز وبعدين لا لا ما كانتش كده. كمل، انت مش وحش قوي. راح الولد التاني قايل له ايه؟ عايزني احط السكينة في بقي. فهمتوها ولا لا؟ لا مش معقول، بصوا ثانية واحدة، الولد الاولاني هو اللي قال له كده. السكينة برضو مفروض نشكره على اللي عمله. الحكاية كده تعقدت مش كده؟ دي نقطة سودة في تاريخ الكوميديا. هاي يا جماعة، احساس هايل، بس كان صعب شوية في الاول وبرضو في الاخر وفي النص، يعني عادي، اكيد مستواي ما كانش كويس عشان ما كنتش متمرن. لا ما تسمعش كلامهم، انت هايل. وانا كمان مقدر انك حاولت تساعدني يا ماجد، ده موقف نبيل منك. المهم دلوقتي لازم أصلح الروبوت قبل الحفلة التانية. طبعا أكيد، بس أنا عاوزك تديني فرصة واحدة كمان بس. إيه؟ أنت أكيد بتهزر صح؟ بجد، بص أنا عارف إن أقدر أخليهم يموتوا من الضحك زي ما بعمل في صحابي اللي في الفصل بالزبط. إيه يا سول، الولد موهوب. ماجد، عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري. ماجد صدقني أنا أقول لك إيه، بس الكلام ده لحد ما لاقي حد يصلح الروبوت. ياهو، شكراً قوي يا سول، صدقني مش هتندم أبداً. حاولوا بقى تدوروا له على شوية نكت يا جماعة، أنا بقول نكت يعني تضحك. ها اتفقنا، علشان تغير اللمبة المفروض تحتاج كام لمبة؟ مش عارف كام يعني، دي ما كانتش نكتة. أنا ايه ده؟ ورق وقلم، كلنا هنكتب النكت اللي عندنا علشان نساعد ماجد في العرض اللي هيقدمه بالليل. واحنا نتعب لوحدنا ليه؟ لانه في موقف محرج ولازم نساعده يخرج منه، مش المفروض ان الاصحاب بيساعدوا بعض مش كده؟ ايوه معاكي حق. طب احنا نكتب نكت عن ايه؟ عن لمبات النور. انا عن نفسي بفضل نكت مين على الباب؟ السوداني.
ها يا ماجد، نقدر نقول ان عندنا موهبة جديدة النهاردة؟ انت جاهز؟ طبعا جاهز، النهاردة انا هخلي الضحك يبقى من القلب بجد. اه طيب، بالتوفيق يا ماجد، هروح اقدمك. ايه يا ماجد؟ هاي انتوا بتعملوا ايه هنا دلوقتي؟ جايين علشان نتفرج عليك وندي لك دول. دي كل النكت اللي احنا افتكرناها، لو اتوترت ولا حاجة ممكن تقراهم. اعتقد ان المجموعة اللي كتبتها لك حلوة قوي. ونكت الانباط بتاعتي هتموت الناس من الضحك. انا متشكر قوي. والان اقدم رأسا من فصل ميس جولييت تالتة تالت ابتدائي، الطفل المعجزة ماجد مراد. انا طالع، شكرا يا جماعة. شايفين؟ كان لازم نعمل كده، يا رب ما يكسفناش. عاملين ايه النهاردة يا جماعة؟ هايل، ده هايل جدا، كويس قوي. خلونا نبدأ مع بعض. معايا ايه هنا؟ الكهربائي لما بيخلف بنت يسميها ايه؟ أكيد هيسميها نجفة. هايلة. حلوة. أيوة، هيسميها نجفة. تك تك. مين عامل؟ أنا طبق. طبق إيه؟ طبق ميلامين جامد ومتين. فهمتها، متين على وزن ملايين. واضح أن النقطة السوداء في تاريخ الكوميديا هتبقى بيضة. طيب هسألكوا سؤال، كلنا عارفين طبعا ان الفيل كبير جدا والنملة صغيرة جدا، لكن ايه علاقة الفيل بالنمل؟ ان رجله بتنمل. فهمتوا الفكرة؟ زي صاحبي كريم. طب انتوا عمركم شفتوا حد بياكل مارشميلو بطعم السمك؟ بجد صدقوني انا مش بهزر، لدرجة انه لما بيتكلم معانا بنسمعه بيقول مياو. لا عادي مفيش حاجة، كريم مخه كبير ومش هيزعل منه، صح يا كريم؟ لا، وكمان لما كريم بيجي يتاوب القطط بتيجي جري عليه. بس مش كريم لوحده اللي كده، انتوا عارفين ان ميجو طبعا روش قوي صح؟ تفتكروا واحد زيه بيسمع موسيقى نوعها ايه؟ بيسمع اغاني اطفال. ما بهزرش. طيب ايه بقى العلاقة بين اغاني الاطفال ومخ ميجو في رأيكم؟ قولولي. التفاهة. حلوة قوي دي يا ميجو. لا واسمعوا دي كمان، عاوزكم تبقوا تسألوا كابتن زيجو عن صاحبه اللي اسمه وادل باتم، هيضحكوا قوي. انت كده خطيت حدودك. عايزة اغني لكم الاغنية اللي اختي بتغنيها لما بتحس انها خايفة قوي. معقول؟ مش ممكن، مش مصدقة. خدوا بقى دي عندكو. قطط جميلة وبونبوني، والشمس تخبط في عيوني، لو القطط هياكلوني أنا هرملهم بونبوني. أنا متشكر جداً جداً، مبسوط إنكم مبسوطين قوي. بلاش أوتوغرافات معلش، شكراً. أستاذ ماجد، اتشرفت بمقابلة حضرتك. أنا يا فندم جوردون شتيك، أشهر وكيل فنانين، وعايز أشهرك أنت كمان. تشهرني أنا؟ صحيح؟ يا عزيزي أنت هتقدم العرض بتاعك عندي في قطاع 12 لمدة ساعة، إيه رأيك بقى يا حبيبي؟ يا جماعة ازيكم؟ ها شفتوني؟ ايه رأيكم؟ مش قلتلكوا كل الناس كانوا هيتجننوا النهاردة عليا. وحضرتك ما خدتش بالك انت جننتهم كده بايه؟ طبعا بكوميديتي، بالنكت الحلوة. هي ما كانتش حلوة ولا ايه؟ ها انت قلت للناس اسرارنا الخاصة يا ماجد علشان تضحكهم، اكل كريم وانا برضو الاغاني اللي بحبها وكمان أغنية ميمي، وإحنا وعدناها ما نقولش لحد. ده غير الأستاذ وودو البوتوم، هو كمان زعلان منك جدا. هو في إيه؟ مالكوا يا جماعة؟ مش أنتوا قلتوا إنكوا عايزين دمي يبقى خفيف النهاردة؟ دي حاجات بسيطة جدا ومحدش ركز فيها خالص. هي فين ميمي؟ راحت حبست نفسها في دولاب. ميمي؟ انت كمان زعلانة مني؟
شكلك زعلانة مني بجد، مش كده؟ ياه، يعني أنا دلوقتي قربت أحقق حلم حياتي وإنتوا كلكوا زعلانين وما بتكلمونيش. وإنت كنت ترضى إن أي حد فينا يقول أسرارك قدام الناس؟ الحكاية مش كده. هي كده، وإنت عارف كويس. طيب أشوفك بعدين يا ميمي، لما أبقى نجم صالة الكوميديا كلها. معلش بلاش أوتوغرافات. محدش فاهم حاجة. الستارة هتفتح بعد 5 دقايق. ها؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ها؟ بتحط صباعك في بقك زي البيبيهات. لا انت فهمت غلط، دي بس حركة جديدة عشان العرض. حلوة الحركة دي، الناس كلها هتضحك لما اقول لهم عليها. لا بلاش عشان بلاش. بلاش ليه؟ عشان ما تخافش يا حبيبي، انا فاهم، كل واحد عنده اسراره الخاصة، مش هقول لحد، انا عارف ده يزعلك قد ايه. وما ينفعش الاصحاب يزعلوا بعض، مش كده؟ بالظبط كده، استعد بقى، عايزهم يضحكوا قوي. اشوفك بعد العرض. والان ايها السيدات والسادة، موعدكم مع الكوميديا والده، مع ملك الكوميديا الفنان ماجد نوران. احنا دلوقتي بنتفرج ليه؟ انا مش عارفة ليه، لسه حاسة اني عايزة شكله يبقى كويس. اهلا بيكو سيداتي سادتي. قبل ما نبدأ العرض النهاردة احب اعترف قدامكم بحاجة. انا لما كنت لسه صغير كان عندي بطانية ما بعرفش انام من غيرها، وباخدها معايا في كل مكان. ولما رحت المدرسة كانت مامي قصتها لي شوية وبقت كده. شفتوا اهي دي بطانيتي. انا عارف كنت غريب، انا حتى كنت ساعات برضو لما بتضايق شوية امسكها واحط صباعي في بقي. انا بحس اني مرتاح قوي وهي جنبي لما بيكونوا صحابي بعيد عني. انا اهنت بجد صحابي المرة اللي فاتت لما قدمت العرض بتاعي، ما كانش صح ان اقول اسرار زي دي ممكن تحرجهم قدام الناس. لو كنتوا شايفيني النهاردة يا جماعة، زيجو كريم ميجو وخصوصا اختي ميمي، انا بس عايزة اقول لكم اني اسف. كفاية حزن بقى، انتوا جايين هنا النهاردة عشان تضحكوا مش كده؟ يبقى خلاص، عايز الكل يستعد لاننا هنبدأ حالا. 2 كانجرو بيتكلموا مع بعض، واحد منهم قال انا خايف المطر تمطر النهاردة، اصل الولاد بيتعبوني لما بيدخلوا يلعبوا جوه. سمعتوا عن القطة اللي بلعت بكرة الخيط عملت ايه؟ بعد ما فات كام شهر كده وقف جوزها يصرخ طلعت قماش. ليه الفيل كبير ورمادي وفيه تجاعيد؟ عشان لو كان صغير وابيض ومدور يبقى كورة بينج بونج. مش حلوة قوي دي. دي كويسة قوي. تاك تاك، مين انا عايز اكل بيضة. وش معنى بيضة؟ عايز اكل بيضة عشان مفيش سودة. انا عجبتني قوي النكته دي، انا اللي كتبتها. انا عمري ما تخيلت ان ماجد هيبقى دمه خفيف كده. انا بجد اسف يا جماعه، كان لازم اعرف ان الموضوع ده هيأذي مشاعركم. احنا مسامحينك يا ماجد. على فكره انا بجهز لك نكت جديده، علشان تغير لبطريق هتحتاج كام لمبه؟ لا مش عارف. انا لسه ما كملتهاش. طيب اسمع دي. ديك ديك ديك. مين على الباب؟ دي برضو لسه. ايه ده؟ دي اكيد تيتا بتسمع مزيكا. هو انت كنت بتعملي ايه يا تيتا؟ فاكرين لما قلت لكم اني عندي سر؟
مزودة. أنا برقص مع المقشة على مزيكة زمان. ليه؟ علشان أنا وجدكم كنا بنرقص مع بعض كل يوم سبت، ولما هو بيوحشني برقص مع صاحبتي الوحيدة اللي من زمان. وكمان المقشة عمرها ما هتدوس على رجلك. جدكم كمان ما كانش بيدوس على رجلي. بس ما تقولوش لحد على حكاية المقشة دي، هتفضل سر بينا. ها؟ طبعا أكيد. يا ديتا هيفضل سر. في آية في سفر الأمثال بتقول الساعي بالوشاية يفشي السر والأمين الروح يكتم الأمر. أنا فهمت معناها، لما صاحبك يقولك حاجة خاصة عنه لازم تثبت له انك صاحبه بجد وما تقولهاش لأي حد. بالظبط كده يا حبيبي. يلا بقى تعالوا ارقصوا معايا. أنا ما بعرفش ارقص. حركوا رجليكم مع الموسيقى يا حبيبي. واحد اتنين واحد اتنين يلا واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين.